ومعنا الدكتور عبد الرحمن الخلاوي مشرف القافلة الرياضية. في البداية دكتور عايزين نعرف ايه برنامج القافلة في المركز؟ والله يا محمد بص عامة هو بيبقى القوافل الرياضية اللي تبقى طالعة طبعا أولا هي تبقى قوافل رياضية طالعة من كلية تربية رياضية طبعا تحت إشراف مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع تنمية البيئة. كل دورنا بيبقى في المركز أو الهيئة اللي احنا رايحينها سواء كان مركز أو هيئة أو مركز شباب أو نادي. إن احنا مش عايز أقول إن الهيئات دي بتبقى محرومة من النشاط الرياضي، لكن كل اللي عايز اقوله ان هم عندهم نقص في بعض مفعلة. نقص او غير مفعله، نقص في بعض الانشطه او في بعض الاشياء او في بعض الجوانب الخاصه بالرياضه. يعني احنا مثلا النهارده لما جابلنا السيد رئيس مجلس الاداره بتاع المركز ده قعدت معاه بصفه شخصيه واتكلمت معاه في بعض النقاط كده ان شاء الله باذن الله هحطها في التقرير الخاص بالقافله اللي هقدمه لسياده العميد. ان شاء الله باذن الله نحاول نوفر له الاحتياجات اللي هو عايزها. يعني احنا طبعا بصفتي احد ابناء لعبه كره اليد ولعبه الكاراتيه هحاول ان شاء الله باذن الله نوفر له على وجه السرعه مدرب كره يد ومدرب كاراتيه، لان المركز الامكانيات الموجوده فيه تتيح له ان هو ممكن يبقى عنده نشاط كره يد ونشاط كاراتيه. بتكتب التقرير بتاعك بناء على الامكانيات اللي انت شايفها قدامك في المركز؟ في بعض العناصر انا اعتمدت عليها في التقرير او في التقييم، منها مثلا ايه هي الانشطه الموجوده حاليا، منها ايه هي الامكانيات المتوفره حاليا، ايه هي احتياجاته سواء كانت الماديه او البشريه. طب ايه هي احتياجاته الماديه والبشريه بالنسبه للمركز؟ كان عايز يعمل شويه تغييرات في المركز. يعني هو عنده بيقول ان هو في خط ميه داخل في الملعب، فبالتالي كل حته الارض اللي هناك دي اللي يمكن الكاميرا لو جابتها كل حته الارض اللي هناك دي غير مستغله بسبب ماسوره الميه اللي معديه فيها. فهو دي حاجه من ضمن الاحتياجات الماديه اللي عايزها. الملعب اللي هناك ده لو اتشالت منه ماسوره الميه او اتشال منه خط الميه هيتعمل ملعب كره قدم، فهو محتاج برضو اضاءه. السور فيه يمكن بعض الحتت المتهالكه فهو محتاج ان هو يبقى فيه سور. بالنسبه لاحتياجاته البشريه مثلا، ده انا بقول لك على سبيل المثال ليس الحصر، بالنسبه لاحتياجاته البشريه مثلا هو محتاج ان هو يبقى عنده مدرب كره يد، عنده مدرب كره قدم، عايز مدرب كره طايره، وعنده الملعب اللي يتلعب عليه كره يد وطايره بس ما عندوش مدربين. طيب وهي الجامعه هتعمل الحاجات دي لوزاره تاني مثلا زي وزاره الشباب والرياضه، وهي اصلا هتعملها ليه يعني؟ بص هقول لك يا محمد، احنا طالما اي شخص عايز يوجد حل مش من المفترض ان هو يعتمد بصفه اساسيه على حد تاني. يعني احنا مثلا احنا ممكن نوجد الحل بالنسبه لموضوع المدربين ده من خلال الناس الطلبه بتوعنا او الخريجين بتوعنا بتوع التربيه الرياضيه اللي حوالين المركز. يعني انا مثلا برضو قابلت حد هنا والله مش متذكر اسمه بس هو خريج تربيه رياضيه الازهر تخصص كره يد، فانا ان شاء الله باذن الله وعدناه اني هيبقى هيعمل فريق كره يد، نوفر له اذا كان وفر له الكور او اي حاجه زي كده. ان شاء الله الراجل رئيس مجلس اداره مركز الشباب راجل متفاهم جدا وراجل يعني انا حاسس ان هو راجل متعاون، بس هو برده محتاج امكانيات زي ما بقول كده ايد لوحدها ما تسقفش. فاحنا الامكانيات اللي احنا هنقدر نوفرها هنوفرها. الامكانيات اللي هتقدر مثلا الجامعه تحت رعايه الدكتور عباس والدكتور سيد طه والدكتور مصطفى نوري عميد الكليه اللي هيقدر يوفرها هيوفرها. ممكن الامكانيات البشريه، لكن موضوع الامكانيات الماديه ده هنحتاج فيه مثلا ان هو يعمل مخاطرات للجهه الاداريه العليا بتاعته. طيب ايه الفرق بين القافله الرياضيه دي واي قافله سابقه؟ بيختلف طبعا من حيث الهدف. القافله زي ما احنا اتفقنا قبل كده هي قافله عباره عن مجموعه من الاشخاص اصحاب التخصص في المجال اللي طالع القافله عشان. يعني مثلا القافله الرياضيه دي طالعين بيه فيها تربيه رياضيه. في ثاني قوافل طبيه اتعملت برضه في قطاع خدمه المجتمع مع الدكتور سيد طه، اتعملت برضه حلايب شلاتين وراحوا اماكن كتير قبل كده، دي قافله طبيه. في قافله بيطريه، في قوافل مثلا ممكن تعملها ممكن يقول عليها زي قوافل ثقافيه. في قوافل اجتماعيه، كل دي قوافل بيختلف بس المسمى بتاعها حسب الهدف بتاعها. بس انا كان عندي فكره كنت عايز اقولها وده اللي انا وعدتك بيه، ان انا هقول لك حاجه خاصه بيك انت وخاصه بقناه الجامعه. عندي مقترح للدكتور سيد ممكن يسهل علينا شويه عمل القوافل.
وهو ان يبقى فيه اداره تابعه لمكتب لمكتب خدمه البيئه وتنميه المجتمع، اداره اسمها اداره القوافل. إدارة القوافل دي تبقى خاصة بالقوافل، ما تبقاش القوافل بتخرج في وقت معين أو في زمن معين، تفضل القوافل تخرج كل أسبوع قافلة مثلا. القوافل دي هيبقى جواها قافلة رياضية، قافلة طبية، قافلة بيطرية، قافلة هيبقى هدفها أو هتمشي أو الهدف اللي احنا حطناه لا مش هتبقى المشرف، هتبقى تنظم عملية القوافل. تنظم عملية القوافل بالنسبة لأهدافها، بالنسبة لبرامجها. يعني احنا مثلا كان المفروض ان احنا لما نيجي هنا في حاجات معينة احنا المفروض نمشي عليها. يعني اول حاجة نستخدمها او اول حاجة نستفيد منها نحطها في دماغنا، اول حاجة احنا نشوف المكان ده ايه اللي ناقصه، ايه هي الانشطة اللي عنده وايه اللي مش عنده، الحاجات اللي ناقصها دي احنا ممكن نوفر لها ايه من خلالنا من الجامعة. هو ده الجزء بتاع خدمة المجتمع. انا مش يعني مش دوري بس ان انا اعرف المجتمع بتاعي ده ايه اللي ناقصه، لا ده كمان انا ممكن اوفر له. تمام. هي اسمها إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة. بس هي فكرة صحيح، يعني فكرة جميلة وجديدة يعني، ومحدش ربنا يخليك. وهو الدكتور سيد يعني متفاهم واكيد ان شاء الله يعني هيقتنع بيها. اكيد يا دكتور سيد، انا واثق ان شاء الله باذن الله ممكن يحط الفكرة في دماغه، وانا تحت امر حضرته في اي وقت. لو هو حابب ان هو مثلا يعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع يعني.